البارحة أخايل النجمة وسامرها ولا عاد يهمني لو أن العرب قالك لو عبسة توجيها وضاق خاطرها تبقى عصابتي على الراس ما مالت وفعول الأوادم تكشف لك مظاهرها يبين الوقت اللي بصدورها شالت في ليلة مدري كيف أني أصورها فيها مواعيد السهر سرت وطارت لين أذن الفجر في عالية منابرها نالت عيوني من الأحزان ما نالت والدمعة اللي توايق في محاجرها تعلقت في طرف جفني ولا سالت وش عذر عيني لمن هلت عبايرها وأنا معودها على المزن لا خالت حتى القصايد تضيق صدر شاعرها لو شافت جروحنا من عندها تارت.